هذا فضاء بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فضاء مؤسسة دار الشباب عرس الحمد، ودار الشباب عرس الحمد فهي معروفة على الصعيد الجهوي والإقليمي وكذا الوطني. فهذه المؤسسة فهي احتضنت مجموعة من الأنشطة الثقافية التربوية الفنية قديما، وعرفت أيضا تكوين مجموعة من الأطر الوطنية جميع المجالات الثقافية والمسرحية وكذا الموسيقية. وهذا الفضاء يحتضن مجموعة من الجمعيات الثقافية التربوية والفنية والمعدات ديال 116 جمعية ثقافية و7 ديال النوادي بما فيهم أندية البيئية، ثم الأندية الخاصة بالإعلاميات. ولتجويد العرض التربوي والثقافي والفني أبت وزارة الشباب والرياضة في شخص السيد المدير الجهوي للشباب والرياضة باش يعاود يهيكل وإعادة صيانة هذه المؤسسة التاريخية العريقة، وذلك أيضا لهدف تجويد الخدمات المقدمة للأطفال وكذا المرافقين، وذلك من أجل إبراز المواهب والابتكارات، ثم الدفع بالأنشطة الثقافية والتربوية بالمنطقة بمراكش بصفة خاصة. كما تشاهدون فاليوم يتزامن وتنظيم جمعية المهارة للتكوين والتربية للقاء التواصلي الخاص بالمواقع الإلكترونية وكذا الجرائد الورقية في المحلية وكذا الجهوية. وهذا بغية الحديث أو تبادل الخبرات الخاصة في هذا المجال، وكذا الاطلاع على المستجدات في هذا الشأن. الكلمة الأخيرة فهي موجهة للجميع، وهي دعوة للجميع لكي يزوروا هذا الفضاء التاريخي، هذا الفضاء الذي أعطى الكثير في جميع المجالات. ولهذا فإدارة المؤسسة فهي فتح أبوابها للجميع قصدا الاستفادة من الأنشطة المقدمة للجميع. وشكرا لقناتكم.